السلام عليكم ورحمة الله. إذا سنتمم الدرس ديالنا اللي هو لا بريباراسيون دو لا سورتي جيولوجيك. لا بريباراسيون دو لا سورتي جيولوجيك. إذا نذكركم أننا بدينا تكلمنا على أن لا سورتي جيولوجيك هي ضرورية من أجل التعرف على لي بيزاج جيولوجيك، يعني المناظر المناظر الجيولوجية، استكشاف لي فينومين جيولوجيك اكسترن. كيما كنشوف لي فينومين جيولوجيك اكسترن، اذا بور فيغ لا سورتي جيولوجيك و لا سورتي طب لا سورتي جيولوجيك اون بزوان دو ان كارت توبوغرافيك. هنا تكلمنا على المعلومات اللي كتكون موجودة في لا كارت توبوغرافيك. لي زانفورماسيون كي اكزيست دون لا كارت توبوغرافيك سي وصلنا. كاين عندنا اذا تكلمنا على لي سيني او ولا لا ليجوند. تكلمنا على ليجوند وتكلمنا على ليشيل دو لا كارت. بالنسبه ليشيل راه هنا وريناها، هي هادي ليشيل، هي هادي ديال هاد لاكارت 1 سور 50000. سا فو دير 1 سنتيمتر دون سيت كارت كوريسبون ا 50000 دون لو تيغان. يعني سنتيمتر واحد في هاد الخريطة كيمثل في الواقع في الحقيقة 50000 في الميدان. واضح؟ اذا نكملو. ديفينيسيون ديال ليشيل دو لا كارت. لا ديفينيسيون دو ليشيل سي لا ريلاسيون كون لون شوازي انتر لي ديمونسيون سور لا كارت. اذا هي العلاقه التي نختارها بين الابعاد في الخريطه اي لي ديمونسيون ريال والابعاد في الحقيقيه يعني على الميدان. On dit alors que l'échelle de cette carte est 50000. Iden, soulem ديال هاد الخريطة هو 50000. Cela signifie, comme on a centimètre sur la carte représente 50000 centimes, qui égale 500 mètres sur le terrain. Les unités employées doivent être même au numérateur et au dénominateur. Remarque, parfois, l'échelle est indiquée de la façon suivante. Il est possible que l'échelle soit une façon différente, normalement. C'est ce que vous voyez. Par exemple, cette distance est représentée par rapport à ce niveau. هاد المسافة كتمثل كيلومتر واحد. هذا النوع ديال السلم، واحد النوع ديال الاشياء اللي كيكون مستعمل بحال هكا. مثلا هنا من هاد المكان حتى لهاد المكان في الخريطة غيمثلنا 3 كيلومتر. Cela signifie que la longueur du segment présente sur la carte la distance qui est écrite au-dessus du segment. هنا غادي بعد نخدم واحد الاكزرسيس. اذا نشوفو روبيراج ا ليد دو لا كارت توبوغرافيك. اذا تحديد الموضع بواسطه الخريطه الطبوغرافيه. Pour repérer un point dans un plan, vous avez que l'on emplit un schéma cartésien, c'est-à-dire une grille dont les lignes sont numérotées. اذا من اجل تحديد الموضع ديالنا في واحد un plan, il y a un mustawa, vous savez que l'on emplit un schéma cartésien, il y a un معلم, c'est-à-dire une grille, كنستعملو بحال اذا بحال عبارة عن شبكة dont les lignes sont numérotées ainsi logiquement 5. اذا هاد
الخطوط، هاد الخطوط كتكون مرقمة. إذا من أجل تحديد الموقع ديالنا كنستعمل واحد المعلم كيما هذا كتشوفوا هنايا، كنستعمل واحد المعلم باش كنحددو موضع أبور بروميير بروجيكسيون تخوا. إذا هنا عندنا واحد النقطة مثلا أنسي، إذا بوان إم، هاد النقطة إم مثلا بغينا نعرفو ما يسمى إحداثية هاد النقطة، لي كوردوني ديال هاد النقطة هادي، لي كوردوني أو الإحداثيات كنقولو، الإحداثية يعني الموضع ديالها، الموقع ديالها. نحتاجو واحد المعلم كيما كتشوفو هذا. إذا اش كنديرو؟ عندنا كنديرو إن بروجيكسيون إكس سور لاكس أو إكس، إذا كنديرو واحد بروجيكسيون، واحد الإسقاط لإم على الكوردون، على لاكس أو إكس، إذا على هاد لابسيس. نعم، إذا كنديرو إسقاط كما كتشوفو هنايا على أو إكس. Et pour deuxième projection, projection y sur l'axe OY, il est qu'on projette M cadalique à OY. On dit que X égale 3, Y égale à 2. X égale à 3, X égale 3, Y égale 2. Ce sont les coordonnées du M. Il est donc 3, X égale 3 et Y égale 2, et moi, les chédatiers de M. C'est écrit M بين قوسين entre parenthèses x égale à 3 y égale 2. اذا هاد الاحداثيات كنوجدوها في الخريطه كما كتلاحظوا، في الخريطه كنوجدوا هاد الاحداثيات. ها هما هادو، هاد الارقام هادو كيمثلوا الاحداثيات. ان عندنا هادو كيمثلوا، اذا هادو كي بحال نقولوا الافاصيل، هنا كيمثلوا الاراتيب. هادي يسموا الاحداثيات، كتكون اما احداثيات كيلومتريه ولا نشوفو. اذا نكملو، دابا عندنا لو روبيراج دين ديريكسيون، اذا تحديد موضع ديال واحد الاتجاه معين. اون روبير لي ديريكسيون بارابور او كاتر بوان كاردينو، اذا كنسميو عندنا لو نور لو سود اي ليست اي لويست. Quand on est face au nord, إذا ملي كنكونو متجهين نحو الشمال، كيكون كنكونو كنشوفو في الشمال، un point situé à l'ouest et à notre gauche et sur notre gauche et sur notre gauche. كيما كنلاحظو sur notre gauche، نشوفو لا فوطو هنايا. إذا ها هو، نشوفو البوصلة، نشوفو الاتجاهات. إذن هما الاتجاهات. إذن حنا ملي كنكونو كنشوفو الشمال، كنكونو متجهين نحو الشمال، إذن اليسار ديالنا هو الغرب الويست، بينما اليمين ديالنا على يدنا اليمين كيكون الشرق الاست. إذن ان بوان سيتي على الويست اي سور نوتر غوش، كما قلنا على الاست الي على ادوات، إذن الشرق يكون موجود على اليمين. او سود اللي ديغيير نو، اذا الجنوب يكون خلفنا. ملي كنكون واقفين هنا مثلا، الجنوب ها هو كيكون خلفنا، السود يكون خلفنا. اذا اون سوريونت على ليد دين بوصول، اذا كنتجهو ولا كنوجهو انفسنا بواسطه البوصله. سيت انسترومون اي اون بوتيت بواط، اذا هذا الجهاز هو عباره عن علبتين toujours sa pointe colorée vers le nord magnétique. دائما كيكون واحد النقطة ملونة كتتجه نحو الشمال المغناطيسي.
il indique une direction, c'est-à-dire un tige très peu différent de celle du nord géographique. C'est-à-dire un tige près du chemin géographique qu'on a fait. Il y a un arsenal ما يسمى شمال مغناطيسي وشمال جغرافي. كاين عندنا النور مانيتيك وعندنا النور جيوغرافيك كي لا ديريكسيون دي بول نور دو لا تيغ. اذا النور جيوغرافيك هو اللي كيكون اتجاه نحو القطب الشمالي. لا ديريكسيون دي نور سور لا كارت اي انديكي بار دو فليش. اذا في الخريطه كيكون عندنا سهمين يحددوا لنا الشمال، سيل qui est terminé par une étoile ou marqué NG. Iden qui est un sem qui est marqué fait qui est fait NG, le nord géographique, chemin géographique. Celui qui termine comme une aiguille, iden on a car le chemin qui est marqué fait Najma, c'est le chemin géographique. وآخر يكون مسجل فيه واحد الإبرة ان ام شمال مغناطيسي. خصنا نشوفوا هاد الأمور هادي. إذا نشوفوا هاد العناصر في في الخريطة ديالنا. إذا هو السهمين، هما السهمين. إذا هو هيا إذا عندنا هنا ليطوال، سي ليطوال. إذن هذا لو نور، سي لو نور جيوغرافيك، إي سي ليكوي، كنشوفو ليكوي، سي ليكوي، سي لو نور مانيتيك، إذن هذا لو نور مانيتيك، إذن الشمال المغناطيسي، وهذا كيمثلنا الشمال الجغرافي في الخريطة. أورينتاسيون دو لا كارت أفيك لو بوصل، إذن التطبيق ديال هاد العملية دي كيفاش نطبقو هاد العملية. كون نوتيليز لا كارت سيغ لو تيغان، إذا مي كنستعملو خريطة في الميدان بور غوبيغي أن أندغوا من أجل تحديد مكان معين، إلي نيسيسار كو لا كارت سوا أوريونتي. إذا مي كنبغيو نحدو واحد المكان معين، واحد موضع معين، نحدو الموقع ديالو، الموضع ديالو، إلي نيسيسار كو لا كارت سوا اوريونتي. اذا ضروري خصها تكون الخريطه موجهه. اذا ملي غنوضعوا الخريطه ديالنا باش نشوفوها خصها تكون موجهه، المعالم تكون موجهه بشكل موافق للمعالم في الخريطه. سوا اوريونتي دو لا ميم فاسو كو لو تيغان. il suffit pour cela s'orienter ou d'orienter. اذا يمكننا الاقتصار على اننا نوجه فقط لو نور مانيتيك، إذا نوجدو فقط الشمال المغناطيسي انديكي سيغ لا كارت. إذا خصنا نوافقو الشمال المغناطيسي موجود في الخريطة دون لا ميم ديريكسيون كو لو نور مانيتيك دي ليو. إذا الشمال المغناطيسي في الخريطة خصو يكون موافق فقط الشمال المغناطيسي ديال المكان الحقيقي. هاد لو نور مانيتيك دي ليو كي نو دوني نو اي دوني باغ البوصول. اذا نقدروا نوجدوه بالبوصله. اون بوز لا بوصول سور لا كارت. اذا خصنا نوضعوا البوصله على الخريطه. اكيد الخريطه خصها تكون في واحد الموضع افقي الى غير ذلك، خصها تكون في موضع افقي. اون لا تورن وكندورو، اكيد ماشي البوصله غندورو، ماذا ندورو الخريطه ديالنا. اون لا تورن اني لا كارت pour que la ligne من اجل ان الخط كي جوان لي بوين ان اس ماركي سور لو كادران دو لا بوصول سوا كونفوندي افيك لا فليش كي ريبريزونت لو نور جيوغرافيك سور لا كارت. Cette ligne forme généralement un angle avec l'aiguille alimenter, on fait ensuite tourner ensemble. Et bien, quelqu'un comme bidarat la carte et la boussole. Quand on ressent la carte, bêche, et toi, prenant chemin mirnatisé de la carte, mais chemin mirnatisé de la boussole, jusqu'à faire coïncider la flèche NM avec la direction